أشواطنا متواصلة مشاهدين الأعزاء، والتحية متجددة بحضراتكم في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. ينطلق على بركة الله شوطنا العاشر والمخصص للقعدان انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لكل المشاركين. نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول اللي يتقدم الجعدان شاهين لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما الانتقال إلى المركز الثاني ليتابع سمحون القادم لمحمد بن سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي لياتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أشوف الانطلاق من قبل المختبر لعلي بن سهيل الملعاي الاكتبي، بينما المركز الرابع ليتقدم هنا مهدي خليفة بن سالم بن مطر بن مصبح الراشدي. ولكن ما في هدوء يا الراشدي في هذا الصباح، انها معركة قوية، معركة الدحز والغبرة. الله 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 الله، اعود الى الصدارة الى مهدي. الله، انطلق مهدي، انطلق على الصدارة وعلى المركز الاول في هذه اللحظة الجميلة لخليفة بن سالم بن مطر الراشدي. الله على هذا الأداء اللي يقدمه لنا مهدي على مقدمة الشوط، ويقترب من الانتصار، يقترب من الفوز. سلام 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 عليك يا خليفة، يا بن سالم، يا بن مطر، يا الراشدي، على هذا الفوز الذي قدم لنا مهدي لحظة وصوله إلى خط النهاية اللي أعلن هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سمحون لمحمد بن سالم بن مكتوم الجريبي، المركز الثالث فكان من نصيب لي هو المختبر لعلي بن سهيل الملعاي الاكتبي. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام مهدي 2:16 تهانينا، والناموس لخليفة بن سالم بن مطر بن مصبح الراشدي على هذا الفوز والانتصار.